منا عنده ذكريات، كل واحد منا عنده ذكريات، افتكرها ساعات وانساها ساعات، افتكرها ساعات وينساها ساعات. أما لو تسألوني لو قلت مش هتصدقوني، أما لو تسألوني لو قلت مش هتصدقوني، هي أحلى ذكريات. قال الراوي: يا سادة يا كرام، بيوم من الأيام التقى شخصين عندهم مشكلة وحدة عند رجل حكيم. هيدي المشكلة كانت إنه هنن ما عم يقدروا يلاقوا شغل مثل العادة، وما عم يعرفوا كيف بدهم يشتغلوا. لما اللي قعدوا مع الحكيم قال لهم الحكيم إنه الحياة هي مثل رغيف الخبز. طبعا هيدي حكمة قال لهم ياها الحكيم ليعرف إنه هنن عندهم طموح ولا لا. بعتهم الحكيم وقال لهم روحوا عيشوا بحياتكم، لأنه هي مثل رغيف الخبز. كانوا هالاثنين بيشتغلوا بمعمل، واحد أخذ هالحكمة هي وقدم استقالته وطلع صار يشتغل بالزراعة. عندهم أرض اشتغل فيها وطور حرسها زرعها، صارت شجر صارت ثمار، جاب حيوانات جاب مواشي، صار يطلع منها رزق وخيرات. الثاني قال لا، أنا بالنسبة لإلي راح أتطور بشغلي. طالب بحقه بالشغل وطالب انه هو يتطور تعلم اكثر، وصار يتطور ويترفع بمهامه ومناصبه بالمعمل. بعد فتره من الزمن طلع لحاله وعمل ورشه صغيره، هالورشه كبرت صارت معمل
هاد صار عنده أرض وصار من كبار الزراعيين والمزارعين ومربيين المواشي، وصار في عنده خيرات وصار في عنده أرزاق وعرف كيف يتطور ويلاقي طريقه. شوي شوي عمر بيت وبنى أسرة وربى أولاده على حب الأرض. تاني تطور بالمعمل وكبر، شوي شوي صار واحد من أهم الصناعيين وأهم الأشخاص يلي هن عم يبنوا مستقبل بلدهم. بعد فترة من الزمن بيلتقوا مع بعضهم، بيقولوا الأول للتاني، بيقولوا يا زلمة معقول أنت تترك الشغل بالمعمل وتروح تشتغل بالأرض؟ قال أنا بالنسبة لإلي الأرض هي الخير، بس أنت معقول تضل بالمعمل؟ قال له أنا المعمل شغلي وعملي وطورت حالي فيه. اختلفوا الاثنين كل واحد كيف بده يلاقي طريقة يشرح فيها للتاني شو يعني الحياة هي مثل رغيف خبز. أو اتفقوا اثنيناتهم يروحوا لعند نفس الرجل الحكيم يلي أعطاهم هالخبرية. بيحملوا حالهم بروحوا لعند الرجل الحكيم بشوفهم وبينبسط وبيعرف حاله إنه هو قدر يعطيهم حكمة، وهالحكمة هذه قدرت تطورهم. بيسألوه إنه شو قصدك كان بهاي الحكمة؟ بيقول لهم أنتوا الاثنين اشتغلتوا صح، أنتوا الاثنين بنيتوا صح، المهم بحياتك أنت وهدفك، المهم بحياتك أنت لشو عمالة تسعى. مثل ما قال بيت الشعر، ليست الأيام ما تتعودي وإنما الأيام من صنع يدي. المهم بالنهاية أنك أنت تجتهد وتعطي. هيدي كانت فكرة الحكيم لهدول الاثنين. يا ترى نحن عنا نفس الفكرة ولا فكرتنا تانية؟ بالنسبة لإلك أنت النجاح كيف بيجي؟ عن طريق التعب ولا بالمغامرة؟ لا بالتعب، بيجتهد وبتعب. لكل نجاح له أسبابه، يعني ما بيجي النجاح هيك، يعني بيكون هداك حظ. يعني أما النجاح تتنجحي بحياتك بدك تشتغلي كتير تتوصلي للنجاح. لا عن طريق التعب ما بيزعل، ما في شيء اسمه مغامرة. عن طريق الجد والعمل، بقدر الجد تكتسب المعالي، فمن طلب العلا سهر الليالي، ومن طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. أكيد كتير، أنا شايف مطعم وفهمي كفاية. عادة أحيانا يكون في شيء من المغامرة، ولكن ما كل الأمور بيكون فيها مغامرة. النجاح بيبدأ بالعقلانية وبالأساس الصحيح والسليم. لما بيكون في أساس سليم يبنى البناء سليم، وأي قرار بك تاخذيه بيكون نهايته سليمة 100% وما في عليها أي غبار. التعب ومغامرة نفس الشيء. لا بالتعب، إيه لكن بالتعب لازم الواحد يتعب ويناضل ويكون قد الشغل اللي بده يمشي فيها، يعني العمل اللي بده يستقر فيه يستمر فيه. لا بالمغامرة، أنا جريئة بحب غامر. بالتعب أكيد، بلا تعب ما في نجاح مستحيل. بس في قانون بالحياة أنه بنجح، لا في ناس بقول بنجح أو بفشل، هو لا بنجح أو بنجح. لأنه إذا واحد فشل بيدور على الأسباب ويعالجها، ما بيصير يرضى أنه أنا فشلت، لأنه هذا مصيبة، معناتها فاشل حكمة. والله الاثنين بدأ مغامرة بس وبدأ تعب. مو صحيح، الواسطة أساس النجاح والحظوظ والمصاري. العمل مو صحيح، ماني مع المقولة أبدا. الاثنين مع بعض، بدأ تعب وبدأ مغامرة. بالتعب، لأنه الإنسان ما بيحصل على شيء إذا ما تعب فيه، وما بيحس بقيمة النجاح إذا ما تعب فيه. مسابرة، فحص، بده دائما الواحد يسأل، يحاول ينتقل للأفضل. ما بيصير واحد ضل واقف، لازم دائما يكون عنده خطوات ينتقل فيها للأفضل. ما في شيء بلا مغامرة. لا والله بذل الجهد كثير كمان فوق، يعني أنا بتعب كثير، من النوع اللي بتعب لحتى أحقق اللي ببالي.
هيك بكون نحن عرفنا شو قصد الحكيم وشو مبتغاه، والاثنين عمروا البلد والاثنين استفادوا من حكمته. زاراني المحبوب يا عين في رياض الأنس، زاراني المحبوب يا عين في رياض الأنس، روق المشروب وملالي من له قد باس.